بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. إلى الإخوة والأخوات أعضاء جماعة مركز عجرة، نهنئكم بقدوم العيد، عيد الفطر السعيد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا باليمن والبركات، وأن يجعل أعمالنا في رمضان خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى جميع البشرية في ربع الأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد منطلقا لاختفاء هذا الوباء، وأن ترجع حياتنا إلى طبيعتها بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم للأفراح والمسرات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوان الأخوات جماعة مركز الهجرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام صالح الأعمال. أقول لكم عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بست برودرس اند سيسترس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wij wensen jullie een gezegende عيد الفطر، en mogen Allah onze vasten en gebeden accepteren, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.